انت هون اليوم مع نيكول مفتوم ايت لايك نيكول، رح نحكي عن اساي بوست مره جديده. بونجور نيكول. بونجور لك ولا جميع المشاهدين. نيكول، اساي بوست بفتكر بعز الموسم اليوم بدايه الصيفيه، كل الناس عم بيجربوا يخسروا وزن، وبذات الوقت ما يتضايقوا ما يتعبوا وما يتعبوشهم. صحيح. يعني كل هول النقاط اللي عدتيهم هلا رح نكون عم اذا بدك نسوقرهم 100% بمجرد ما نكون عم نركز على اخذ اساي بوست 4G كل يوم عبكره حبتين. مش بس رح يساعدنا على خساره الوزن، نحن حكينا عن 6 ل 7 كيلو بالشهر، بعد عنا وقت، صيفيه اوفيشلي بتبلش لو 21 جوان بعد 19 يوم. عنا بعد جمعتين للأوفيشال ديت، بس أكيد بعد الصيفية بأولها، يعني بعد عنا شهر فينا نكون عم ناخد كل يوم عبكرة حبتين أساي بوست تا نخسر 6 ل 7 كيلو. ومش بس للأشخاص يلي عندهم وزن بدهم يخسروا، في عنا أشخاص كمان عبالهم يحافظوا على وزنهم، عبالهم يحافظوا على نضارة بشرتهم، على الإكلا يلي موجود بوجههم، خصوصا هلأ منكون عم نتعرض لأشعة الشمس، عم نعمل تانينج. دايما بهمنا نعرف شو هن الأشياء اللي رح يساعد دونا تنحافظ على وجهنا ما يكون عم بخطر وجهنا. كمان أساي إذا كنا عم ناخده كل يوم حبتين من عبكرة، لأنه بيحتوي على كمية كتير كبيرة من الأنتي أوكسيدنت يلي هن موجودين بالأساي، يلي هي الفواكه السوبر فود، رح يكون عم بداعم جسمنا بهالأنتي أوكسيدنت يلي رح يكون عندهم انعكاس على بشرتنا الخارجية، ما رح نخطر بسرعة، رح يكون عنا الإكلاء يلي نحنا دايما بنكون عم نبش عليه. اذا بدك دائما على بالك توعي من عبكره يكون بالفعل وجهك منور، وهذا الشيء بتحصلي عليه مجرد ما تكوني عم تاخذي حبتين من اساي بوست من عبكره. عم نحكي عن بوست، عم نحكي عن بشره نضيره، لانه نحن بنعرف انه الدايت بخلينا نخسر هالتنين اجمالا، يعني بنحس بتعب ما بنقعد عنا انرجي، وبذات الوقت هالبشره بتتعب، شو اللي بينقصها اجمالا وشو اللي موجود باساي بيعوض عن هالقصص، بخلي الميتابوليزم يعمل بوست وناخذ انرجي. صحيح. يعني مثل ما سبق وقلت من الانتي اوكسيدنت اللي بالفعل موجودين بكميه كثير كبيره، هن رح يكونوا موجودين مش بس بالاساي، كمان كل السبستنسز اللي هي طبيعيه 100% رح تدعم هالحبتين بمضادات الاكسده. عندنا كمان غير سبستنسز ما بنلاقيها ولا سبلمنت تاني، واليوم يمكن تقولي لي انا بدي اروح على الفارماسي يمكن اطلب شيء تاني يساعدني على حرق الفات بطريقه كثير سريعه، انا اكيد ضد كل هول الاشياء اللي بيحتووا على مواد ممنوعه، مواد هي سامه لجسمك، اذا كنت عم تاخذيها رح تؤدي لعوارض سلبيه جانبيه، رح يصير معك دقات قلب، رح تصير ترجفي، كل هول الاشياء اللي انت مانك بحاجه انه تغوصي فيها، واول ما توقفي تاخذي هالاشياء اللي منها منيحه ترجعي تستردي الوزن، هون بشكل كثير طبيعي رح تكوني عم تنتبهي على اكلك، اكيد عم تاخذي كل يوم على بكره حبتين من الاساي، وبالتالي رح تكوني عم تخسري الوزن يلي بدك تخسريه اذا عندك مي زايده، اما ووتر ريتنشن بين الخلايا والبشره يلي هي مفروض تكون بس عم تشتغلي عليها، رح تكون عم تخرج من جسمك كمان بشكل طبيعي لانه اساي بوست بيحتوي على الهندبي اما الدندليون. فعن جد لكل الاشخاص يلي عندهم ووتر ريتنشن، عبالهم يحافظوا على نضاره وجههم، يكون عندهم هالاكلاك اليوم، ما يخطروا ما يخلوا وجههم اما بشره وجههم تخطر بشكل سريع بوقت مبكر، خصوصا انه عايشين بعصر معرضين لتلوث البيئة الخارجي، معرضين لكثير اشياء منها صحيه. غير صحي مزبوط. هون كمان عم نحكي شوي عن حرق دهون. كمان اكيد. قد ايه يعني ممكن نخسر دهون، او قد ايه من هالوزن يلي عم نخسره رح بيكون في منه مي او في منه دهون؟ الوزن يلي عم نخسره بنحكي اليوم عن 6 ل 7 كيلو بالشهر رح يكونوا دهون. يعني هون عم تحكي عن كمية فوليوم وايز 6-7 كيلو قطن، عم تتخيلي قد ايه رح يكونوا عم بيروحوا من جسمك، يعني قد ايه حجمك راح الحجم. هلا ما عم بحكي عنك انت، عم بقول لك بس مش غلط شوي، يعني زيادة الخير خير، يعني بعتقد انت 6-7 كيلو بتختفي. مش لإلك، يعني للأشخاص اللي أكيد عندهم هالوزن الزايد رح يكونوا عم بيتخلصوا منه أكيد إلى جانب حمية غذائية، بس للأشخاص اللي عم بياكلوا بشكل عادي عم بياخذوا أساي بوست، أساي بوست رح يكون عم بيساعدهم على المحافظة على وزنهم، وعم بيكون عم بيساعدهم على المحافظة على بشرتهم، ويعطيهم هالبوست الإنرجي اللي كنا عم نحكي عنه. يعني سبقتي لي سؤالي نيكول، الأشخاص اللي منهم بحاجة إنه يخسروا وزن، قد لشو بيساعدهم أساي بوست؟ كمان إذا في يمكن شوية فات
سكريات زياده بالجسم اوقات ما بننتبه لهم او ما بيبينوا، كمان بيقدروا يروحوا. اكيد دائما كل الاشخاص اللي بعرفها بيقدروا يقولوا لي عنا هالكيلو للاثنين كيلو ما عم نقدر، شو ما نعمل شو ما نجرب وزهقنا ما قلنا جلاده بقى نعمل سبيسيفيك دايت بلان، بس بناكل بطريقه صحيه. فلهالاشخاص فيكم تكونوا عم تاخذوا كل يوم حبتين من اساي بوست خلال فتره شهر، والفات يلي هو كيلو اما اثنين كيلو رح يكون عم نخسرهم بشكل كثير طبيعي وكثير سليم. خلينا نحكي شوي عن هالشهر بالذات نيكول يلي هو شهر رمضان الفضيل، يلي من خلاله كمان بيتغير نظامنا الغذائي كليا، بيصير في اوقات هيك اكل تقيل اكثر شوي، صحيح. مدهن اكثر شوي، مشروبات كمان ممكن يكون فيها سكر كثير، كيف لازم نحن نظبط الامور بهالشهر؟ اكيد خلال هالشهر ووصل لي كثير سؤالات، كثير اشخاص عم بيسالوني اذا فينا خلال فتره رمضان المبارك نكون عم ناخذ اساي بوست واي ساعة نفطر واي ساعه. اكيد اول ما نبلش الافطار رح نكون عم نشرب مي، عم ناخذ حبتين من التمر، ومن ثم فينا ناخذ حبتين من اساي بوست، وهذا الشيء بيكون عم بيساعدنا خلال هالفتره اذا نظمنا اكلنا، انتبهنا على اصناف الاكل تكون صحيه، وكنا عم نتحرك مش كل الوقت قاعدين ما عم نعمل شيء. يعني اكيد بعد ما نفطر بين الافطار والسحور فينا نكون عم نمارس تمارين رياضيه خلال فتره ساعه، عم نمشي عم نتحرك، هذا الشيء اكيد رح يساعدنا على خساره الوزن خلال هالشهر. وهون بيحمينا شوي اذا خربطنا بالاكل، يعني هون لنقول شخص عنده افطار او شخص عنده عشاء معزوم على عشاء عادي، قد ايه هون ممكن اساي يساعد انه ما نرجع نكتسب اشياء رح مضره؟ رح يساعد لانه بيحتوي على الجارسينيا وعلى الجينجر يلي هن رح يعملوا ريجوليشن، رح يرجلجوا القبليه تبعنا، مش رح يقطعوها منهم قاطعين للقبليه، رح يرجلجوها، فبالتالي ما رح تكوني عم تاكلي كميات كثير كبيره، رح تكوني عم تاكلي على قد شبعك، وهذا الشيء المضبوط يلي رح يساعدك انه تكوني عم تشبعي خلص ما بقى تاكلي فوق طاقتك، وتكوني عم بتحافظي على وزنك، اما عم تخسري هالوزن الزايد يلي عندك. جبتي لنا معك درينك مهضوم كثير واكيد مفيد كثير، هو بديل للمشروبات الغازيه اللي كثير من الاشخاص عندها ادمان عليها، ما فيهم ياكلوا طبق معين بلا ما يشربوا مشروبات غازيه، اما ما فيهم يقضوا نهار بلا المشروبات الغازيه. تحتوي المشروبات الغازيه على اسيد، على غاز، على سكر، على كل هالاشياء اللي مضره لصحتنا. في بديل بالفعل طعمته كثير قريبه، هو مزيج مكون من عصير البطيخ، بدنا ناخذ كميه صغيره، عصير العنب يلي بيحتوي على الريزفيراترول يلي كمان موجود بأساي بوست، ويلي هو رح يساعد بطريقه كثير طبيعيه على التخلص من الدهون الاضافيه اللي عنا اياها، ومنزيد له سباركلينج ووتر اما المي الغازيه. كلهم لما نخلطهم مع بعض فينا نعطيهم للولاد الصغار الكبار كمان وكل الاشخاص يلي يعني عندهم ادمان للمشروبات الغازيه. هلا منا 100% الطعمه قريبه للمشروبات الغازيه، والا كانوا الشركات الكبيره سكروا اشتروا هالوصفه. وعنا كمان هيك تارت ما بعرف سويتس اكيد شيء كمان من وحي هالفتره بشهر رمضان الفضيل. نعرف كثير منيح انه كثير الاشخاص بيحضروا نقوع يلي هو قمر الدين مع المشمش مع النقولات من اللوز للفستق الحلبي الى اخره، ففكرت بالنموره يلي هي معموله من سميد، بناخذ كبيتين سميد مع كبيتين لبن خالي من الدسم، بنخلطهم مع بعض مع الموارد ما زهر، وبنحط معهم النقولات الفستق اللوز الكاجو الجوز، نخلطهم اكيد قبل بالبلندر، وبنضيف لهم الابريكو اما المشمش يلي بنقطعه. اكيد الوصفه رح تكون موجوده على انستغرام ايت لايك نيكول وعلى صفحه فيسبوك. المشمش ما بيكون منوع قبل فينا ما نقعه فيه هو يعني تتعمليها بسرعه. ليه اخترت السميد؟ السميد ما فيه منه كاربس يعني؟ السميد هو كاربس بس اتس ابزوربد سلولي، يعني لما تكوني عم تاكليه مش دغري رح يسبب لارتفاع مفاجئ بنسبه السكر بالدم تبعك، فرح يقيتك فترة أطول. إذا بتقارني السميد لغير أصناف من الطحين الأبيض أما لغير أصناف من الحلويات راح يكون عم تهضميه بطريقة بطيئة، وهذا الشيء بيساعدك من ضمن نظام صحي وسليم. شكرا لك نيكول، أكيد كل الأرقام وكل العناوين موجودة على الشاشة لكل الأشخاص اللي بحبوا يطلبوا أساي بوست، وموعدنا معي كل أحد. ثانك يو لك. رح ناخذ وقفة ومنرجع، خليكم معنا.